السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين. مرحبا. تعلم اللغة هو من أكثر الصعوبات اللي عم تواجه اللاجئ السوري بالبلدان الغير عربية، والمبادرات اللي طلعت لتعليم اللغات للسوريين هي غالباً مبادرات فردية تطوعية، وقليل ما سمعنا عن مؤسسات أو منظمات تبنت بعمل هذا الجانب. بس اليوم رح نحكي لكم عن مؤسسة انتبهت لضرورة الاهتمام بتعليم اللاجئين اللغة الجديدة، وهي منظمة طاولات السلام بمدينة انتورين ببلجيكا. طاولات السلام هي منظمة سورية بلشت أعمالها ببلجيكا سنة 2011 بأعمال ونشاطات تعرف المجتمع البلجيكي على السوريين وثورتهم. ببداية 2015 صار شغلها الإغاثي والتعليمي والتنموي مباشر مع السوريين بعد موجة اللجوء الكبيرة اللي شهدتها المدينة، وصارت المنظمة تقدم دعمها من خلال 3 فعاليات: الحوار، تعليم اللغة، ومدرسة المدينة. بدير المنظمة السوري عمر نحاس المقيم بأوروبا من عام 1989، وعبد الرحمن مواس كمساعد للمدير، ومروان النبهان مسؤول فريق المتطوعين السوريين، وحسن صباط مسؤول فعاليات الحوار، وأسماء المواس مديرة مدرسة المدينة. بيستفيد من فعاليات المنظمة 150 لاجئ سوري، وكل العاملين بالمنظمة متطوعين بيعتمدوا بتمويل نشاطاتهم على دعم بلدية انتورين والتبرعات اللي بيقدموها البلجيكيين أثناء حضورهم للفعاليات. كتير النشاطات اللي بتقدمها منظمة طاولات السلام، بس رح نركز بحديثنا اليوم على تعلم اللغة. بلجيكا في 3 لغات رسمية: الهولندية، الفرنسية، الألمانية. طاولات السلام بتعلم اللغة الهولندية للاجئين السوريين الواصلين عن جديد للبلد، وبتعتمد على آلية رد في المنهج اللي بيتم تعليمه بالمدارس الحكومية. أما طرائق تدريس اللغة فبتستند على مرجع تعلم الإنسان المضطهد للمفكر البرازيلي باولو فريلي، يلي بيعتمد بأساسه على شرح تنمية المهارات الشفوية والكتابية بتعلم اللغة، وتبسيط المعلومات لتكون بمتناول الجميع على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم. فعاليات تعليم اللغة بمنظمة طاولات السلام لقت إقبال كتير كبير من اللاجئين السوريين بالمدينة، لأنه شرح اللغة الهولندية عم يتم بلغة عربية بسيطة ومفهومة وباستخدام وسائل شرح مطورة، بالإضافة لوجود نشاط تكاملي لتعلم اللغة بيشرف عليه السوري جود البارودي تحت اسم مفاتيح اللغة، وبدرب على كيفية نطق اللغة، إضافة لاستخدام كلمات باللغة الهولندية متخصصة أكثر بمجال الدراسات وسوق العمل، طبعا حسب حاجة كل شخص. لحد الوقت النشاط عم يقدم خدماته ل30 شخص، فيكن تنضموا لهم كمتعلمين، وفيكن تدعموا المؤسسة باللي بتقدروا عليه من خلال التواصل معهم عبر رابط صفحتهم على الفيسبوك اللي بتلاقوه بوصف الحلقة. اتذكروا دائما انه انتوا وين ما كنتوا وشو ما كنتوا وشو ما عملتوا، ما تنسوا ابدا انه كلياتنا سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي انا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين.